أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. قال الله عز من قائل في محكم كتابه الكريم وخطابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صلوا على محمد وآل محمد. على طول التاريخ الذي كان فيه صراع بين أصحاب الأديان، كان للنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام حضور بارز. ونقصد بالأديان الأديان السماوية الحية الثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. طبعا لما نقول الأديان هذا التعبير تسامحي، وإلا فإن الدين عند الله الإسلام، دين واحد، هو دين واحد ممتد. أصحاب هذه الديانات وفي مراحل تاريخية مختلفة برزت بينهم شخصية النبي إبراهيم كشخصية محورية يصححون بها دينهم أمام الآخرين. وعلى هذا الأساس، وكما سنقرأ إن شاء الله بعض الآيات التي تشير إلى طريقة تعامل اليهود والنصارى مع هذا الموضوع وكونه أمرا محوريا في النزاع بينهم على الأحقية، كيف كانوا يثبتون أحقية دينهم؟ اليهود كانوا ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، والنصارى هكذا، وكانوا يتجادلون بينهم وبين بعضهم ويثبتون أحقيتهم لأصحابهم ولمن يدعونهم إلى الدين عبر هذا الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام. بالنظرة التاريخية لما نشوف بشكل طبيعي، إبراهيم عليه السلام هو أبو إسحاق ويعقوب ثم موسى، وهو أبو هذه السلسلة من الأنبياء التي ينتسب إليها اليهود بشكل طبيعي، إذ أنهم من أبناء يعقوب عليه السلام. ثم الدين المصحح لانحرافات اليهود بعدما انحرفوا في سنين متطاولة بعد النبي موسى عليه السلام، الدين المصحح لانحرافهم والمقوم لانحرافهم، والرسول الذي جاء منقذا لهم من الضلالات التي كانت عليهم بعد مجموعة من الرسل أيضا، كان هو النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنهم كذلك أنكروه، وفي ظروف تاريخية تفصيلية نشأت الديانة النصرانية المنتسبة للنبي عيسى عليه السلام، وانحرفت هي الأخرى أيضا عن الجادة الصحيحة. تشوفون أن القرآن لا يسمي المسيح بالمسيح، المسيحيين اللي نسميهم احنا ما في التسمية إليهم المسيحيون، في القرآن اسمهم النصرانيون. القرآن الكريم وفي عدة مواضع يبين أن النبي إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يصحح الرسول صلى الله عليه وآله هذا الطريق وهذا التحريف الكبير اللي قاموا عليه
اليهود والنصارى على مر التاريخ بنسبتهم لدينهم المحرف لإبراهيم عليه السلام. وأكثر من هذا، ادعائهم بأن النبي إبراهيم كان يتعبد وفق ما هم عليه في وقت الادعاء من ديانات وشرائع محرفة ومنحرفة عن الجادة القويمة. هذا الجو كان هو السائد إلى أن جاءت في الأعصار المتأخرة فكرة شيطانية. هذه الفكرة فكرة تجاوزت العصور وتجاوزت الخلافات حقيقة. هذه الفكرة جايبينها بعنوان وغلاف تجاوز الخلافات الدينية والمذهبية والوصول إلى طريقة نستطيع من خلالها أن يسود هذا العالم السلام والمحبة والوئام إلى آخره من كلام. وفي الواقع هم تجاوزوا الخلاف وأنتجوا شيئا جديدا لم يكن بالحسبان. في عليكم السلام ورحمة الله، فيما يعرف بالمجامع الكنسية، هناك الكنيسة تقوم بمجامع، هذه المجامع يقررون فيها العقائد المسيحية. في سنة 325 قبل الميلاد بدأوا بإجراءات معينة تشابه المجامع، إلى سنة 350 بعد الميلاد كان المجمع الأول، مجمع قينيا الأول أو مجموعة من المجامع تلته. هذا المجمع وش يسوون فيه؟ يجمعون فيه الناس المختلفين والعلماء المختلفين في مكان واحد، ويلزمونهم بالتوصل إلى نتائج واحدة اعتقادية، ومن لا يجمع على هذا إما يعدم أو يسجن أو يجرد من صلاحياته الكنسية. وبهذه الطريقة تشكلت الديانة المسيحية. آخر المجامع، طبعا في مجامع تعم جميع طوائف المسيح في العالم، لكن آخر المجامع التي عقدت في سنة 1965 إلى 1968، مدتها كانت طويلة، مجمع في الفاتيكان، كان خاص بالكاثوليك اللي هم يحكمون، والسلطة المسيحية في العالم تعود إليهم في زماننا هذا، وهو مجمع الفاتيكان الثاني. في هذا المجمع قرروا مجموعة من الأمور، من ضمنها مسألة تنازلهم عن العداء التاريخي مع اليهود. المسيح واليهود، مو بس اليهود عادون المسيح، المسيح أيضا والنصارى يعادون اليهود عداء شديد، لأنهم عندهم هم من قتل النبي عيسى وتتبعه وتتبع الحواريين إلى آخره، وهذا صحيح، فالعداء متبادل. في هذا المجمع رفعوا مسألة العداء رسميا بينهم عليكم السلام ورحمة الله. طبعا جل ما سأذكره من يعني قرارات رسمية مو معناتها أنها متنزلة شعبيا أيضا، يعني هي قرارات رسمية أكثر ما تكون، ويلتزم بها مجموعة من المسيح، لكن مجاميع أخرى لا تلتزم بها. رفعوا العداء مع اليهود، وأيضا رفعوا العداء مع المسلمين، على أساس هذا هو الإعلان الرسمي عندهم في هذا المجمع، وأنه يعتبرون اليهود عمق تاريخي للمسيح، ويعتبرون الإسلام مكمل للحالة الروحية التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان حتى المسيحي، بلا التزام تجاه أحد بالقبول بتفاصيل دينه أو رفضها إلى آخره، فإن هذه أشياء غير مهمة، لم تعد هذه الخلافات العقائدية بينهم أمور مهمة. هذا الإعلان الرسمي في حدود 1968 ميلادية. هذا الأمر نتجت عنه كثير من الأفكار، والتي كان من أهمها ما يعرف بالمشترك الإبراهيمي.
المشترك الإبراهيمي في سنة 1985 على يد كندي الرئيس الأمريكي في ذاك الوقت، صدر مصطلح يعرف باسم المشترك الإبراهيمي. المشترك الإبراهيمي في جو كان يتكون حتى يستطيع تستطيع القوى العالمية والقوى العالمية آنذاك السيطرة على أكبر عدد ممكن من الشعوب، طرحت مسألة المشترك الإبراهيمي، ووجدوا أن الدين هو الذي يمكن أن يروض الكثير من الشعوب، المدخل الديني هو الذي يروض الشعوب ويجعل الشعوب قابلة لأن تدخل في المشاريع، مشاريع الهيمنة الكبرى. هذا لو في قطرة ماء جزاكم الله خير موجود. صلى على محمد وآل محمد. بعد أن كانت الموجة، موجة العلمانية المأخوذة من الثورة الفرنسية في القرون الثلاثة والأربعة السابقة، أجدت عملا في مجموعة من المناطق الجغرافية، لكن في مساحات جغرافية واسعة لم تجدي ولم تنجع. والتجربة الأمريكية أيضا ما نجحت في تغيير الكثير وترويض الكثير من الشعوب بالحد الذي تريده. فنشأت مجموعة من الأفكار، من أهمها المشترك الإبراهيمي كمصطلح ظهر في سنة 1985 والتخطيط له أسبق من ذلك، إلى أن وصلت سنة حدود 2000-2001. هناك كان مطروح مصطلح أو مصطلحان وتوجهان في طريقة التقريب بين الشعوب وبين العالم، وهي حوار الحضارات ثم حوار الأديان. شافوا حوار الحضارات ما واجد يشتغل بالشكل المطلوب، فغيروه إلى حوار الأديان. صار الحوار بين الأديان بمعنى أن احنا نتحاور في المشتركات حتى نحقق تقاربا معينا. في هذه الفترة 2001 إلى 2013 كان الحاكم هو هذه المصطلحات، حوار الحضارات يتضاءل، حوار الأديان يتسع، يحاولون من جهة ضرب فكرة الدين، ومن جهة عند من لا تنجح معه فكرة ضرب الدين تميع هذا الدين، بحيث كل واحد من أصحاب الديانات ما يتشبث بمبادئه، ما يتشبث بالأشياء التي تميزه عن الآخرين، بل يلحق بركب الآخر وصير عنده عادي يتعامل مع الجميع. في سنة 2013 صدر مصطلح من جامعة هارفارد الأمريكية، وضمن دراسة واسعة تعرف بالديانة الإبراهيمية لأول مرة في سنة 2013. من سنة 2013 إلى سنة 2019 هذه مسألة الديانة الإبراهيمية كانت تتضخم بشكل أو آخر وتطرح بطريقة أو أخرى ضمن باقة واسعة من الاصطلاحات. مرة يطرحون المسار الإبراهيمي، مرة يكررون المشترك الإبراهيمي، وكل واحدة منهم طبعا لها المسار الإبراهيمي هو تجلي آخر لما كان يعرف بخارطة الطريق لتحقيق الشرق الأوسط. ما كان عندهم مشروع الشرق الأوسط الجديد، هذا الشرق الأوسط الجديد غيروا اصطلاحاته إلى اصطلاحات إبراهيمية، صار مسألة الإبراهيمية والعناوين الإبراهيمية هي الطاغية، خارطة الطريق وما يشابهها صارت المسار الإبراهيمي وأشياء مرتبطة بها، صار عندنا البيت الإبراهيمي، صار عندنا الديانة الإبراهيمية، صارت مجموعة حدود 20 مصطلح. كل هذه المصطلحات يعمل على ترسيخها عند الناس مرتبطة بإبراهيم عليه السلام،
والفكرة الأساسية اللي حاولوا يوصلون إليها، والآن هم في مرحلة أولى منها على الأساس، هذه المراحل الثلاث. الديانة الإبراهيمية أولا هي تعبير عن شقين من العمل والتثقيف والصياغة الجديدة للثقافة. الديانة الإبراهيمية الدينية، أو هكذا يعبرون، الإبراهيمية الدينية والإبراهيمية السياسية، في شقين بوضوح في أدبياتهم يتعاملون على هذا الأساس، عندهم شق ديني وشق سياسي. لتمهيد الشق السياسي لابد من تمهيد الشق الديني حتى يكون الشق السياسي متقبلا ولا يلاقي معارضة قوية عند الشعوب المستهدفة، وهي الشعوب المتدينة بالإسلام والشعوب المتدينة بالمسيحية أيضا بالدرجة الأولى، وسأبين كيف يكون ذلك وكيف يتركز عند الشعوب الإسلامية اللي هي المستهدف الأول، واللي الخطر مال هذه الديانة الإبراهيمية وشقيها يتركز في الديانة الإسلامية بشكل أكبر. مراحل ثلاث. المرحلة الأولى التقارب بين الأديان الإبراهيمية، التقارب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، لازم يتقاربون، يفهمون بعض، يصير ما عندهم مشاكل ويا بعض. المرحلة الثانية اندماج الأديان الإبراهيمية، بحيث يؤخذ من كل دين ما يناسب الحياة العصرية وما تتطلبه الحياة العصرية، وتندمج هذه الأديان الثلاثة ويا بعض وتحقق دينا واحدا على مستوى الأفكار والاعتقادات. صير احنا ويا اليهود ويا المسيح صورة واحدة هكذا. في المرحلة الثالثة في عبادات وشعائر تفصيلية وأسلوب حياة موحد أيضا. سووا صلوات بعد أجمل من هذه الطريقة لتوحيد العالم ما في. الآن هم بدأوا بالتقارب بين الأديان، ولهذا تجليات من أهمها ما يعرف بالبيت الإبراهيمي، هو كل مكان تكون فيه دور عبادة، ولتكن الآن في المرحلة الأولى ثلاثة، لكن دور عبادة في مكان واحد، مسجد وكنيس أو صومعة وكنيسة لليهود للمسيح للمسلمين في مكان واحد، منظر جميل، في تقارب يدجن الشعوب ويهيئها إلى أن تكون تحت حكم واحد يقبل كل هذه الأديان. الآن هم في هذه المرحلة فعلا. لا بلغهم الله مناهم، ما ببلغهم يعني، حتى هم قاعدين يتكلمون عن فشل حتى هذه المرحلة، يعني مو ماشي. والمسيح الآن المعترضين بدأوا بالجهر باعتراضهم بشكل قوي جدا، لعلهم أكثر من المسلمين. المسلمين لحد الحين احنا ما نحس ان هذا الموضوع يهمنا اصلا ان نفكر فيه او نروح نواجهه وكذا، ما بنصير مسيح يعني او بنصير يهود او بنقبل بعقائدهم. احنا نفكر ان مستوى الرفض اللي عندنا هو اعلى شيء، في الواقع مستوى الرفض ولسان الرفض القاطع لهذا البرنامج قاعد يطلع على لسان المسيح، مو قابلين. يقولون هاد لين كيف يبون يسوونا احنا اللي نعبد الثالوث المقدس ونروح نعبد بعدين بس اله واحد، هضيمة يعني، ما يصير. يتخلون عن الآلهة الثلاثة في الواحد، فهم عندهم هذه عقيدة الثالوث تضرب، يعني الشرك الذي هم عليه بالنسبة لهم ما ممكن يتخلون عنه. وظهرت الآن، ظهرت مقاطع لبعض القساوسة يتكلمون بوضوح لرفض المشروع الإبراهيمي، لأنه سيؤول إلى إلغاء الثالوث وتحكيم الإله الواحد. أحسنت. اليهود عندهم توحيد أجلى، لكن أيضا هم مشركون، أنهم عندهم مجموعة من العقائد التفصيلية الشركية، من أهمها مسألة الحلول. يعني كان المسيح عندهم الآلهة ثلاثة في واحد،
اليهود عندهم أن الله عز وجل حال في الشعب اليهودي فردا فردا، فهم كلهم تجليات لله عز وجل، وهذا يعني بخلاف التوحيد بشكل واضح. لما نشوف القرآن الكريم كيف يتعامل مع هذه المسألة وجذورها، وعلى أي أساس يقيم انتماء الناس لإبراهيم؟ القرآن الكريم لا يلغي كون الانتماء لإبراهيم عليه السلام معيارا من معايير الحقانية، كما أنه لا يقبل بأن الانتماء لإبراهيم عليه السلام هو الانتماء أو المعيار الأوحد للحقانية. يعني الانتماء لإبراهيم صحيح دليل على الحقانية، لكن إبراهيم عليه السلام بنفسه منتمن لدين الله عز وجل، الدين الواحد الذي قدمنا بأنه الإسلام، وهو الدين الممتد من آدم إلى الخاتم محمد. أقرأ مجموعة من الآيات القرآنية، وقد ورد ذكر النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم باسمه 63 مرة. النبي موسى كم؟ 131 مرة. النبي عيسى 25 مرة. النبي إبراهيم في هذه 63 مرة متنوعة، لكن اخترت ثلاث أنواع من الآيات أذكر منها نماذج، أيضا ما بذكرها كلها، بذكر منها نماذج. هناك بعض الآيات التي تتحدث عن ملة إبراهيم، عن دين إبراهيم، وآيات تتحدث عن الإسلام وأن إبراهيم مسلم، وآيات تتحدث عن نفي يهودية أو نصرانية إبراهيم عليه السلام. أما ما ورد وجاء في سورة البقرة في الآية 130 من سورة البقرة، قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني الآن احنا عندنا موقف من هذا المشروع المسوق الذي يسمى بالديانة الإبراهيمية والمشروع الإبراهيمي هذا، لكن كوننا عندنا موقف تجاه هذا المشروع لا يعني أننا نتبرأ من إبراهيم عليه السلام ومن دين إبراهيم عليه السلام، بل بالعكس. ويؤكد القرآن الكريم أنه لا أحد إلا السفيه هو الذي يبتعد ويرغب ويزهد في ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيضا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني إذا أحد قال لنا كونوا هودا أو نصارى نقول له لا، احنا على ملة إبراهيم، نعتز ونفتخر بهذا الانتماء، ولنا نحن هذا الانتماء الحق. وفي سورة الشورى الآية 13: شرع لكم من الدين ما وصى به، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حتى مسألة الاتحاد على الدين احنا مو ضدها، أصل فكرة الاتحاد في دين واحد هو الذي جاء على أساسه الأنبياء يدعون إلى دين واحد، الدين الصحيح، التوحد على الدين السليم، التوحد على الدين الصحيح. هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الله عز وجل وصى هؤلاء الأنبياء العظام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، دين واحد
مو ثلاثة وأربعة وسبعة، بعضهم وصلها إلى ثمانية الأديان الإبراهيمية اللي المفروض تجتمع مع بعضها البعض بطريقة ملفقة بحيث نحافظ على خصوصيات الأديان المتفرقة هذه ونشكل لوحة واحدة جميلة من هذا الكلام المعسول. دين واحد ولا تتفرقوا فيه، لكن كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، ما يقدرون ما يستحملون هذا الكلام. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الطائفة الثانية، مجموعة من الآيات تتحدث عن كون إبراهيم على دين الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، البقرة 132، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، البقرة 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا احنا مخاطبين به، نؤمن بما أنزل إلى هؤلاء الأنبياء جميعا، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نتيجة عدم التفريق بين أحد من هؤلاء الأنبياء أن نكون له مسلمين. الطائفة الأخيرة وبها أختم، نفي يهودية أو نصرانية النبي إبراهيم عليه السلام. في هذه الطائفة اخترت آيتين، الآية الأولى من ثلاث آيات، الآية الأولى البقرة 140، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله، من وين لكم منهم ذلك كانوا هودا أو نصارى، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هم يعرفون الحق وعندهم شهادات لكنها مكتومة، وما الله بغافل عما تعملون. ثم هذه الآيات، مجموعة الآيات من سورة آل عمران التي تتحدث عن الحدث الأبرز في نزاع اليهود والنصارى حول إبراهيم عليه السلام. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. الآن أنتم تنسبون إبراهيم مرة لليهودية ومرة للنصرانية، والتوراة والإنجيل نزلتا بعد إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النتيجة والخلاصة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. احنا مو برا هذه المعركة، لسنا خارج هذه المعركة، ولذلك هم يركزون على هذا الأمر، وأن يكون المنطلق له من أهم مراكز الانطلاق له المناطق الإسلامية الأصلية. نحن أولى بإبراهيم، نحن أتباع النبي محمد، أولى بإبراهيم، وليس اليهود والنصارى على ملة إبراهيم كما نطق به القرآن وبهذا نعتقد، وحينئذ هذا المشروع ينبغي أن تجتث جذوره ولا نقبل لأن يتفرع في صدور وقلوب وذهن وأفكار واعتقادات أجيالنا، ولن يكون إن شاء الله كذلك. وعلى أمل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، والذي يظهر الله به دينه على الدين كله ولو كره المشركون، والحمد لله رب العالمين.